في واحد ممكن ما يموت؟ مستحيل. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. هذا الإنسان على خشبة الغسل أثناء تغسيله ماذا يقول؟ يقول له ملك الموت وهو على فراش الموت استعداداً للغسل، ينادي عليه ويقول: يا ابن آدم، أين سمعك؟ ما أصمك. عنده يعني أرشيف المغنين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات كثير. اسمع: يا ابن آدم، أين سمعك؟ ما أصمك. أين بصرك؟ ما أعماك. أين لسانك؟ ما أخرسك. أين ريحك؟ ما غيرك. أين مالك؟ ما أفقرك. فإذا وضعت في القبر نادى عليك هذا الملك: يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ في القبر جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، استعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما انفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة في القبر. أصعب ليلة في حياة الإنسان الليلة الأولى في القبر. قال: هذه الليلة أول ليلة، صبحها متى؟ يوم القيامة. من الذي سيؤذن فجر هذه الليلة؟ ما نام، ما مات، وضعوه بالقبر. من المؤذن فجر هذه الليلة؟ قال: إسرافيل. ماذا يقال لهذا الميت؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويقول أيضا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذا صلي قبل أن يصلى عليك. وعندما يقبل عليك الليل في أول يوم في قبرك ينادى هذا الإنسان، ينادي عليه مالك الملك وملك الملوك، يقول لك: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا ابن آدم، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. عبدي، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك لقبلناك.